زيارتنا وتواجدنا في بغداد توجهنا إلى السادة الوكلاء، زرنا السيد الوكيل الإداري المحترم دكتور فلاح القيسي، تكلمنا مع السيد الوكيل في ملفات مهمة في بداية الأمر، تكلمنا مع حضرته بخصوص موضوع الملاكات التدريسية وموضوع تسوية الملاكات، وأنا صراحة يشغلني هذا الشيء. سيكون إن شاء الله لدينا خطة مدروسة وعمل دؤوب في هذا الاتجاه، سيكون توزيع الملاكات على الشكل الأمثل. أيضا تكلمنا مع السيد الوكيل بخصوص المحاضرين، وكان معنا عقود المحاضرين اللي بخصوص الأمور المالية، وأكملنا موضوعهم مع السيد الوكيل وتوجهوا به إلى وزارة المالية. موضوع المحاضرين إن شاء الله سيكون لنا موقف باتجاه المحاضرين، المحاضرين رصيد المديرية، والمحاضرين مهمين جدا، مهمين جدا وقريبين من المدير العام، وإن شاء الله سيكون لنا موقف في إنصافهم. ثم توجهنا بعد ذلك إلى السيد الوكيل العلمي وتكلمنا مع جنابه وطلبنا من حضرته دعمنا في مجال المناهج وأيضا مجال المختبرات، لأن إحنا الموضوع المختبرات أيضا يهمنا، لا يمكن أن يكون الجانب التدريسي في الاتجاه النظري، وإنما يجب أن يكون في الاتجاه العملي والاتجاه المهاري. لابد أن نخرج أبناء وطلبة على تماس مع المجتمع، على تماس مع متطلبات المجتمع، يكون لهم مهارة في الحياة. ثم بعد ذلك أيضا توجهنا إلى السيد الوكيل الفني وطلبنا من جنابه الكريم دعمنا في ملفين مهمين، وهما ملف الأبنية المدرسية وملف الامتحانات. الجميع، جميع السادة الوكلاء أبدوا دعمهم اللامحدود، ووجهنا دعوة لمعالي سيد الوزير والسادة الوكلاء بزيارة نينوى ومتابعة كل ما تحتاجه المؤسسة التربوية في نينوى، والجميع بلغوا تحياتهم إلى الكوادر التربوية ووعدونا خيرا إن شاء الله بزيارة نينوى ومؤسستنا التربوية.